السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم بكمل على شغل زميلتي. زميلتي شرحت أول ثلاث أو أربع خانات بالتفاصيل، وأنا راح أكمل عليها باقي الخانات هم بالتفاصيل. أنا عندي أوريدي حاطة صورة وأوريدي مسوية موقع أو أكاونت هني، فراح أكمل على الصورة هذه. هني عندي الجرافيكس اللي هي عبارة عن أشكال أو ديزاينات أو شغلات مثل كذي. عندي البيسك اللي هي الأساسية، فأضغط عليها راح تطلع لي أشكال مثل ما احنا شايفين هني. عندي أشكال معتمة نفس هذه، وعندي أشكال تكون فيها فراغ، وعندي لاينز، عندي أنواع متعددة من اللاينز مثل ما احنا شايفين. هذه كلها لاينز، وعندي مثلا اسهم اشكالها، وعندي هني هم اسهم هم اشكال، وهني عندي بعد دوائر مع ديزاينات وزخرفه، وهني مثل ما احنا شايفين هم اشكال متعدده. عندي شرايط وقلوب ملونة وأشكال عديدة مثل ما احنا شايفين هني، وستارز، وعندي هذيل، وعندي هني إذا نقدر نبي مثلا نضيف تكست هني هم يصير، وإلى آخره. وإذا مثلا كنت متضايقة من العدد، فأقدر إن أسوي كذي، أخفي خانة من الخانات وبشذي قلل لي العدد واخفال الخانات واللي انا ما احتاجها. فانا ابي استخدم مثلا هذا الشيب، خلي كذي. هو ما راح اذا ضغطتي عليه ما راح يطلع لك، لازم تسحبينه للصوره، راح يكون كذي. اول ما احطه راح تطلع لي نافذه مثل هذه خاصة بالشيب اللي أنا طلعته. هني راح يكون عندي الكولر، أختار اللون. هني عندي مثلا عندي خانتين الكولر، وعندي خانة ثانية. نضغط على الأولى هذه، إذا ضغطنا عليها راح يغير لي الإطار فقط مثل ما احنا شايفين هني، الإطار هو اللي تغير. نختاره مثلا أحمر، وهني يطلع لي recently used. أنا أكثر لونين أنا أستخدمه آخر شيء. وهني بعد إذا ضغطنا شيء راح يطلع لي ألوان بعد أكثر، أصفر. نقدر نغير مثلا هني عندي ألوان الرينبو، هني مثلا ألوان الأساسية، مثلا هني حاط لي البراون، هني مثلا حاط لي البينك، وحاط لي بينك 1 وبينك 2 اللي هو البينك الفاتح والبينك الغامج. واذا ضغطنا كذي راح ننزل راح نلاقي اكثر من لون. وهني حاط لي البايتنز كذي، حاط لي اكثر من الوان. وهني عندي زومبي شدني الاسم، فنختار مثلا البنفسجي. وإذا أخذنا مثلا هذه الخانة ضغطنا على اللون راح يكون الـ الخانة اللي بالنص اللي هي اللي تغطي لي عليها مثل ما احنا شايفين هني. مثلا نختار اللون الأحمر أو الأسود كذي، اختار مثلا أصفر. وهني مثلا إذا أبي أخفف من حدة اللون أو وضوحه، فأضغط الأداة هذه كذي يخليني يخفي لي أو يخفف لي. أنا بخليه مثلا بالنص. هني البلند مود عندي نورمال، هني التغيير خليني أزيد شوية عشان يوضح أكثر. هني عندي مثلا الشيد أتوقع أو ما أدري شلون أقوله، يعني الوضوح عندي مثلا هني داركن
difference, عندي lighting, screen وكذي. أنا بختار مثلا داكن، وإذا حطيت طبعا هذا ما راح أقدر أستخدمه لأنه ما راح يوضح معكم إن أنا مختارة لون، أنا مختارة الشيء الدائرة فما راح يبين. replace هذه إذا ضغطنا عليها أقدر أحط شيء زيادة أو أزيد شيء من عندي، مثلا شيء من عندي أبي أزيده. وديليت هني إذا أنا أبي أسوي ديليت حق الشغلة أنا سويتها. مور أوبشن عندي أوبشنين زايدين اللي هو هذا اللي يرد لي إياه كذي. الشكل هذا هني عندي دروب شادو مثلا اذا سوينا كذي هو ما راح يكون واضح معي لان انا مختارة الدائرة، فانا اجرب اختار شيء ثاني عشان يكون واضح اكثر مثلا المثلث هذا. فاروح مثلا على الأسهم هذه راح أغير بالشكل قصدي الاتجاه بسوينا هني هم راح أغير لي يمين يسار هني بالشكل هذا كذي فوق تحت مثلا. ونجرب مثلا الإفكت هذا إذا سوينا بالدروب شادو راح أغير لي الأنجل، أغير لي بالديستنس مثلا خلي لي مثل ما تشوفون هني في ظل كي يطلع لي ظل هني كمان ظل ثاني نقدر نشوفه هني. وضوح الظل إذا غامج أو لا مثل ما تشوفون هني في ظل اللي هو هذا مثلا. إذا جربنا هذا كذي هني السايز حق الممحاة مالتي هني مثلا بخليها أكبر شوية، أبي أمسح المثلث هذا راح يطلع لي كذي إذا بصغره. وهي الهاردنس هو ممحاة بس على شكل يعني صغير حيل مثل ما انتم شايفين هني خط مستقيم، اذا اذا كبرت اكثر هم نفس الشيء يمسح لي. شوفي قاعد نمسح الخط وهني البرش قاعد شغل معي قاعد أرسمه أقدر أكبرها أو أصغرها، بس هي إذا كبرتها راح تكون أكبر من الصورة فأفضل إن أنا أصغرها لأن الحجم مبالغ فيه. هذا نفس الشيء وهني مثلا إذا بسوي نص واضح ونص نص مثلا آتم ونص واضح بالطريقة هذه، أو مثلا أبي أخليه كذي النص هذا يكون كذي أخليه مثلا كذي أو كذي بالطريقة هذه اللي مثل ما هو موضح هني كذي نكون خلصنا مثلا هذا الشغل اللي احنا مسوينا. اسوي فليكس شغلي
وإذا برد مثلا حنشوف الديزاين، ديزاين هم من عندهم، هني عندهم الأشكال هذه، هذه ديزاينات محطوطة مثل ما احنا شايفين هني. هذه أشكال متعددة، ديزاينات متعددة. مثلا بروح البزنس، فعندي أشكال حق البزنس كذي، عندي هني مثلا علامات تجارية أو علامات مواقع، عندي أشكال، عندي إيموجي. عندي أشكال متعددة حق أشغال البزنس. نروح نشوف مثلا السوشيال ميديا، عندي هم من تويتر، فيسبوك، يوتيوب، هم من سناب شات حاطينه كذي، انستغرام حاطي لي أشكال متعددة بعد. إيموجي مثلا اللي استخدم الإيموجي هذي، لما راح يكون نفس الشيء، نفس التغييرات اللي احنا سويناها على المثلث. ابي امسح مثلا من هني، ابي ارده كذي، ما في تغييرات على الايموجي القديم، الايموجي الجديد هذا نفس التغييرات. وعندي لايف ستايل، عندي بيوتي، عندي اشكال بيوتي هذه، وعندي سبورتس، فتنس، عندي ترافل، عندي فود، عندي هوليداي، عندي أشكال متعددة، وأنيمال، ناتشرال. نقدر نختار اللي نبيه. مثلا لو أخذنا هذا الفريمز اللي هو الإطار، نقدر نخلي إطار للشكل، حط لي إطار هذا الدائرة، وأقدر أخلي مثلا الجهة هذه أو الجهة هذا أو الجهة هذا. أنا أبي أكبر الحجم شوية عشان أقدر أشوف كذي. وهي الشيب سايز، أقدر أغير السايز منه. هني الباك جراوند اللي يكون اللون الباك جراوند له. مثلا بختار البارت كذا، كذي يس أبلاي. هني سيمبل نشوف الثيكنسز لهني اللي هو هذا، أبي أغير اللون أخليه أحمر. الثيكنس الثاني حق الإطار الثاني اللي أنا حطيته أخليه كذي. كابشن سبيس أخليه كذي اللي هو اللي تحت هني. كورنر اللي بخليه مثلا شكل دائرة أو مثلا مربع، فأنا بخلي الشكل هذا وأضغط على أبلاي. نجرب مثلا هذا مين يضيف لي بعد من إطار ثاني، يكبر ويصغر منه. سوي مثلا إذا أنا ما أبي أقدر أسوي كنسل أو أبلاي، أنا راح أخليه على الشكل هذا وأسوي إبلاغ. إذا رحنا هنا عند التكست، راح يطلع لي أكثر من تكست أنا استخدمه. عندي مثلا هنا